كم مدة بقاء الميت في قبره؟ الأصل أن الميت إذا مات أيها الإخوة الزمن يمشي بسرعة عليه سريع، ما يشعر بشيء، ما يشعر إلا ساعات وجاء البعث. هذا الأصل، أن الزمن سريع جدا للميت. أنت الآن تشعر بالزمن أيام وسنوات، هو ما يشعر بشيء، ما يشعر بالوقت. ولذلك الذي أماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبثت؟ قال لبثت إيه؟ يوم أو بعض يوم كمان، يعني نقص، يعني كأنه مات في أول النهار وبعث في آخر النهار، ساعات وبعث. شوف مع أنه كم 100 سنة ما شعر بها، شعر كأنها ساعات. شوف، فالميت الذين ماتوا قبل آلاف السنين إذا عند البعث كأنها ساعات، ما يشعرون بشيء. ولذلك إيش يقولوا؟ يا ويلنا من بعثنا من إيه؟ من مرقدنا. كأنها إيه؟ رقدة. شوف إيش قال؟ من مرقدنا، كأنها رقدة. الرقدة هي بسيطة. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فهي إيه؟ لحظة كأنها، إلا أنه يستيقظ إلى البعث، ما يشعر بأنه منتظر الساعات لا لا لا، بل النوم. أهل الكهف كم ناموا وهو أقل من الموت؟ كم ناموا؟ 309 وازدادوا 9، صح؟ إيش قالوا؟ يوما أو بعض يوم يعني، وهي النوم، مع أنه الموت أعظم في ذهول الإنسان وغيابه. فالزمن بالنسبة للميت سريع، لكن إذا كان مؤمن يشوفه سريع، وإذا كان كافر هذا أمره آخر. لكن الأصل أن الأموات ما يشعرون إلا الساعة قامت، الذين ماتوا قبل آلاف السنين ما يشعرون بشيء، هي ساعات وكأنهم بين الظهر والعصر كما قيل. نعم.